زين الحين لما تصير مقارنه بينكم وبين الجيل اي جيل ثاني ما تحس ان يعني ظلم عليكم انه يقارنونكم؟ والله ظلم على الاثنين، لان جيل يعني اللي احنا حصلناه يمكن ما حصلوهم، واللي هم حصلوا احنا ما حصلناه. صحيح، يعني من ناحيه الاحتراف والفلوس احنا ما حصلناها. صحيح، بس احنا من ناحيه المدربين اللي جونا والجو اللي عشناه بال يعني مدربين واداريين ومعسكرات، والصرف علينا احسن من الان.